أولا الانتخابات ستكون في 2021 ستكون من أفضل الانتخابات على 2016 من أفضل من سابقتها. أنا مقتنع ستكون الحرية للجميع والجميع سيتصرف وفقا للقانون، وأنا أعتقد بأنها ستكون الأفضل، والذي صوت عليه الشعب المغربي هو الذي سيكون رئيس الحكومة، لأنه يجب احترام إرادة الشعب المغربي ضروري جدا، مسألة جوهرية الدستور يفرض ذلك. لذلك أنا ضد تغيير الفصل 47 من الدستور، يجب أن نقبل بالنتائج السياسية كما كانت وكما تكون، لا يهمني من سيكون. أنا ذاك سأقرر هل سأشتغل معه أم سأشتغل في المعارضة، سنرى أنا ذاك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.